مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. في افتتاح السنة الدراسية الجديدة، أكثر من 2,300,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة، ووزير التربية يعلن افتتاح 35 مؤسسة تربوية جديدة بمواصفات عصرية. بعد صدوره في الرائد الرسمي المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم، موضوع متابعة في النشرة. وفي الذكرى 42 لمذبحة صبرا وشتيلة، صفحة مريرة وحرب إبادة متواصلة. ستة آلاف ومائة وثلاث وستون مؤسسة تربوية فتحت أبوابها اليوم لاستقبال 2,354,820 تلميذا في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، و 154,779 مدرسا. وتعزز عدد المؤسسات التربوية في الموسم الدراسي الجديد ب 35 مؤسسة تعليمية جديدة محدثة بمواصفات عصرية، حسب ما أكده وزير التربية نور الدين النوري لمراسلنا طارق الجبار خلال إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة من المدرسة الابتدائية الزيتين بأوتيك من ولاية بنزرت. إن شاء الله السنة الدراسية موفقة للجميع. اليوم ما أردنا أن نخرج من دائرة العاصمة إلى معتمدية ذات طابع ريفي، هي معتمدية أوديك من ولاية بنزرت. هذه المدرسة الابتدائية المحدثة بمواصفات عصرية، أردنا رسالة أن تكون المدرسة العمومية شبيهة بهذه المدرسة، وتسعى وزارة التربية والحكومة على أن نصل إلى أن نجعل من كل مدارسنا في ولاية الجمهورية على هذه الشكل، وأن تكون مثل هذه النماذج. عندنا تقريبا 35 مؤسسة جديدة اليوم يقع تدشينها وافتتاحها من قبل التلاميذ والمدرسين، هي على هذا المنوال العصري. لم تنقطع صيانة في كافة المؤسسات التربوية، صحيح عندنا أولويات لدينا بالأهم اللي يحتاج بشكل عاجل التدخل في الصيانة. مليارات أنفقت من أجل الصيانة، من أجل أن يعود المربون والتلاميذ في مناخ أقل ما يقال فيه يليق بوجودهم. وشدد وزير التربية نور الدين النوري على أنه يجري العمل على استعادة بريق المدرسة العمومية، وذلك من خلال تنقية المناخ داخلها ومكافحة الظواهر التي تهددها. العودة المدرسية اليوم صحيح، ولكن مسار السنة الدراسية إن شاء الله يكون أن نعمل على تنقية المناخ داخل المؤسسة ومكافحة كل الظواهر التي تهدد مدارسنا العمومية. نحب أن تعود المدرسة العمومية إلى بريقها، ستكون فضاء نلخ فيها عناصر الحياة المدرسية، لتكون المدرسة العمومية مدرسة الحياة التي يتعلم فيها طفل كيف يعيش وكيف ينشأ مواطنا معتدلا متوازنا. سنكثف من الأنشطة التي هي على صلة بالحياة المدرسية، سنجعل برنامج رحلات مدرسية تعليمية وترفيهية، لأن الكثير من التلاميذ يحتاجون خاصة في المناطق الريفية إلى أن يكتشفوا بلادهم وأن نجذر فيهم الإحساس بالانتماء. واستعدادا لإنجاح هذه السنة الدراسية، وفرت وزارة التربية جملة من الخدمات المدرسية المتعلقة بالإعاشة والنقل والإقامة. سيستفيد منها 440,000 تلميذ بخدمات الإعاشة، و 26,300 تلميذ بالإقامة الكاملة في المبيتات المدرسية، و 62,100 تلميذ بنظام نصف الإقامة، فيما سيبلغ عدد المنتفعين بخدمات النقل المدرسي 29,000 تلميذ. هذا وأعلنت شركة نقل تونس أن وحدتها الفنية تمكنت اليوم من توفير 490 حافلة و 42 عربة مترو للجولان بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 24,000 و 25,000 التي تتزامن مع انطلاق البرمجة الرئيسية من كل سنة. كما التحق اليوم أكثر من 3,500 تلميذ من قرى الأطفال أسواس بمقاعد دراسة في ظروف جيدة، وفق ما صرح به للأخبار المدير الوطني لقرى الأطفال أسواس أشرف السعيدي. السعيدي أكد توفير أكثر من 80% من الاحتياجات الأساسية للعودة المدرسية، داعيا التونسيين إلى مزيد من الدعم.
اليوم حوالي 3600 طفل من محظوني قرى أطفال سوات يرجعوا لمقاعد الدراسة مع بقية أبناء تونس، وإن شاء الله عودة موفقة. اليوم العودة كانت إثر حملة كبيرة نظمتها الجمعية التونسية لقرى أطفال سوات لتوفير كل احتياجات أبنائها من المواد المدرسية لعودة موفقة. تقريبا اليوم وصلنا ل 85% من الاحتياجات اللازمة للسنة الدراسية الحالية. نتمنى من المستمعين مزيد دعم للجمعية التونسية لقرى أطفال سوات عن طريق موقع الويب www.sosve.tn أو الاتصال بنا على الرقم 58-371-0002. وفتحت اليوم رياض الأطفال العمومية أبوابها على أن ينطلق نشاط 10 رياض عمومية جديدة خلال الشهر الجاري، وفق تصريح المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن سمير بن مريم لبرنامج يوم سعيد بالإذاعة الوطنية، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى مراقبة رياض الأطفال الخاصة البالغ عددها أكثر من 6000. الرياض العمومية اللي اليوم تنطلق تعدادتنا كانت خفيفة سواء على مستوى التهيئة وتجهيز المؤسسات هذوما ولا على مستوى توزيع الموارد البشرية وأعدادها وتكوينها باش تكون الأداء نتاعها إن شاء الله يرتقي لتطلعات الأسر والأطفال. بالنسبة للرياض العمومية سنها كما تعرفوا عنا 42 روضة عمومية موزعة على كافة تراب الجمهورية، هنا لآخر الشهر إن شاء الله باش يكونوا 10 رياض عمومية جديدة بطاقة استيعاب حوالي 3000 طفل. القطاع الخاص هو يستعد ويحتضن نسبة كبيرة من أطفالنا، عندنا أكثر من 6000 مؤسسة، الأغلبية هي قطاع خاص. على مستوى الفريق نتاع التفقد والإرشاد البيداغوجي العدد هو ناقص، لكن يحاول أنه يتابع المؤسسات هذوما. فما بعض التجاوزات شوية فضائيات فوضوية، وإلا على مستوى الناس اللي تقوم بعمليات إشهارية لبعض البرامج، نأكد اللي راهو البرنامج الرسمي هو المنهج التربوي للطفولة المبكرة ومكوناته البيداغوجية اللي هي موجودة على الموقع. المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن سمير بن مريم قال أن الوزارة تتكفل ب 25,000 طفل خلال السنة الدراسية الجديدة. عندنا الوزارة والدولة تكفل أكثر من 7500 طفل واللي هم أعطيناهم استحقاتهم الدراسية والملابس، هذا بالنسبة للمؤسسات الرعاية. بالنسبة لرياض الأطفال عندنا ثلاثة برامج، الأولاني هو الروضة العمومية، كل روضة ناخذ 50% من طاقة الاستيعاب مجانا، وبالنسبة لبقية الأطفال معناها المعلوم الشهري ما يتجاوز 50 دينار. والبرنامج الثاني هو دمج أطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال اللي نعطيه منحة 100 دينار للمؤسسة و100 دينار للأخ صائد على العلاج والنطق. والبرنامج الثالث هو برنامج روضتنا في حومتنا والتكفل بالأطفال اللي ينحدروا من عائلات ضعيفة الدخل وناخذهم إن شاء الله احنا نخلصوا عليهم. السنة التربوية ذي باش يكونوا في حدود 25,000 طفل باش تتكفل بهم الوزارة، تكفل بخلاصهم. وبالتزامن مع العودة المدرسية نفذ القيمون والمرشدون التطبيقيون المتعاقدون مع وزارة التربية منذ سنة 2019 اليوم تحركا احتجاجيا أمام وزارة التربية على خلفية ما اعتبره تجاهل وزارة الإشراف لمطالبهم وعدم امتثالها للأمر الرئاسي الصادر في أوتا الماضي والقاضي بانتدابهم دفعة واحدة. صابرين غزواني إحدى القيمات المتعاقدات مع وزارة التربية تحدثت للأخبار. في يوم غضب نطالبوا بالتسريع بالأمر الرئاسي اللي يفضي إلى ترسيمنا دفعة واحدة، نطالبوا بتطبيق هذا القرار الرئاسي. يزي من التسويف، يزي من المماطلة، 7 سنين تعديوا من عمارنا، أقل إنسان فينا في 40 سنة. عيب إنه اليوم بعد هالوقت هذا كل الدولة تقولك مازال أصبر أصبر، مازلت حتى ننتبه، على أمل إنه إحنا عاملين في سبتمبر اللي فات ثم تقرير اللي بتاع الشهائد العلمية. قلنا مثالش دولة وقرار رئيسي، الشهائد العلمية طلعت ما فيهش حتى إشكالية، لكن قرار رئيس الدولة اللي يقضي بترديمنا لن ولم يطبق في وزارة التربية هذية. علاش وكيفاش وقتي ما نعرفش. هذا نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية. صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم، وجاء المرسوم في 27 فصلا موزعة على 3 أبواب. تعلق الأول بالنظر في مشاريع القوانين، والثاني بجلسة أداء اليمين الدستورية، والثالث بالعمل الرقابي. قراءة في أبرز ملامح هذا المرسوم في التقرير التالي لأحلام الجسمي.
كيف ستكون العلاقة بين الغرفتين النيابيتين؟ الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي يوضح استنادا إلى المرسوم المنظم للعلاقة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم. هناك أولوية لمجلس النواب الشعبي بخصوص الميزانية، في حين هناك أسبقية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بما يتعلق بالمخططات. المشاريع التي تخضع لمصادقة الغرفتين هي الاتفاقيات والعقود الخاصة بالثروات الوطنية، ميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. بعد الإحالة على المجلس الوطني للجهات والأقاليم من قبل المجلس النواب الشعبي هذه المشاريع، هناك ثلاثة فرضيات. أولا، إذا انقضى الأجل ولم ترد إجابة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على مجلس النواب أن يحيل مشروع القانون على الرئاسة لختمه. في صورة موافقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم دون تعديل، أيضا يرجعه رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى رئيس مجلس النواب ويحيله بدوره على الرئاسة أيضا لختمه. أما إذا لم يصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع أو قام بتعديله، فإنه يحيله إلى رئيس مجلس النواب الشعب وكذلك إلى رئيس الجمهورية مرفوقا بشرح أسباب. لكن هناك استثناءات تخص قانون المالية، تقعد مناقشته والمصادقة عليه في جلسات عامة مشتركة. وخص المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين الخلافات بينهما بالتوضيح، كما تطرق المرسوم للعمل الرقابي وأداء اليمين الدستورية. الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي. لجنة متناسبة تدرس المواضيع الخلافية بين المجلسين، تتكون من 10 أعضاء بالتناسق بين المجلسين، يقع انتخاب رئيسها ونائبه ومقررها إذا تساوت الأصوات بالقرعة. نائب الرئيس يجب أن يكون من المجلس الذي لا ينتمي إليه الرئيس. يشارك في أشغال هذه اللجنة أيضا أعضاء الحكومة المعنيين بالموضوع الخلافي. أيضا تعرض هذا المنشور إلى أداء اليمين يؤدي رئيس الجمهورية أو القائم بمهام الرئيس أمام الغرفتين مجتمعتين. فيما يتعلق بالعمل الرقابي، يتولى رئيس كل مجلس توجيه نسخة من إجابة أحد أعضاء الحكومة على تساؤلات أحد النواب الراجعين له بالنظر. وبصدور هذا المرسوم تكتمل مهام مجلسي النواب والجهات والأقاليم، وتتبين خصوصية عمل كل منهما وأوجه التكامل بينهما. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. إلى أخبار العالم. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، وفي اليوم 46 بعد 103 من الحرب على غزة، استشهد اليوم ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم نصيرات وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيان 2 وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منشأة تجارية تأوي نازحين شمال غربي رفح، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا و76 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن رام الله وبيت لحم والخليل وقلقيلية وعددا من مخيماتها، واعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون. على صعيد آخر، قالت صحيفة يديعوت أحلانوت أن المبعوث الأمريكي أموس هوكتشتاين سيصل اليوم إلى إسرائيل وسيجتمع بعدد من المسؤولين الصهاينة، مشيرة إلى أن الوسطاء الأمريكيين سيقدمون هذا الأسبوع مقترحا جديدا في محاولة لإنقاذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان المحتل. تمر اليوم الذكرى 42 لمذبحة صبرا وشتيلة، إحدى الصفحات المريرة والمؤلمة في تاريخ القضية الفلسطينية. ذكرى تأتي في سياق حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة التي يواجهها الفلسطينيون بشجاعة وبسالة وصمود. تقرير نجيب جنات. 42 عاما تمر اليوم على مذبحة صبرا وشتيلة التي ظلت جرحا غائرا نازفا في ذاكرة الشعب الفلسطيني وفي كل الضمائر الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وشرعيتها.
مذبحة مروعة نفذها حزب الكتائب اللبناني في سياق مؤامرة مع الكيان الصهيوني وجيش لبنان الجنوبي، استمرت 3 أيام متتالية وأسفرت عن 3500 شهيد في مشاهد صادمة خلفت مواقف دولية مستنكرة على نحو واسع. في ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة، سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفهوم تحدث لقسم الأخبار. حرب الإبادة لم تتوقف، لنرى الآن بعد صبرا وشتيلة ماذا يحدث في فلسطين، في قطاع غزة، في القصة الغربية، في القدس. فالجرائم الصهيونية مستمرة، هذه جزء من استراتيجية شمولية خططت لها القوى الصهيونية مدعومة من القوى الاستعمارية إمبريالية. أن الفلسطيني يواجه هذه الاستراتيجية بإمكانياته المتواضعة ولكن بصموده الأسطوري. مذبحة صبرا وشتيلة صفحة مريرة في تاريخ القضية الفلسطينية ضمن مسار دموي بدأ منذ النكبة، وما زالت وقائعه الرهيبة تعصف بالشعب الفلسطيني الذي يواجه بصمود وبسالة منذ 7 أكتوبر الماضي حرب إبادة صهيونية في قطاع غزة بشكل يفوق بشاعة كل المذابح التي شهدتها البشرية. إقليميا وعلى الجبهة اللبنانية وبالتزامن مع القصف المتبادل والمتصاعد بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى تل أبيب، حيث من المقرر أن يصدق المجلس الحربي الإسرائيلي خلال اجتماعه اليوم على توسيع أهداف الحرب بالشمال. وكشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية عن أن تدريبات الطوارئ أجريت أمس بمدينة حيفا، حكت سيناريوهات مختلفة لحالات طارئة منها اندلاع حرب مع لبنان. وفي اليمن، أعلنت جماعة الحوثي اليوم إسقاطها طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بصاروخ أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار جنوب صنعاء. وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيى السريع إن الطائرة التي تم إسقاطها تعد الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع منذ بدء عملية إسناد غزة. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في افتتاح السنة الدراسية الجديدة، أكثر من 2,300,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة. ووزير التربية يعلن افتتاح 35 مؤسسة تربوية جديدة بمواصفات عصرية. بعد صدوره في الرائد الرسمي المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم، موضوع متابعة في نشرتنا. وفي الذكرى 42 لمذبحة صبرا وشتيلة، صفحة مريرة وحرب إبادة متواصلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم في تمام 2 بإذن الله. إلى اللقاء.